في تقييمه لمستوى لاعبي فريق الوداد الرياضي، اعتبر تونسي المهدي النفطي مدرب فريق الوداد الرياضي أن أيمن الحسوني أفضل لاعب في البطولة المغربية. وأثنى المهدي النفطي مدرب فريق الوداد الرياضي على مستوى جميع لاعبي الفريق الأحمر، خاصة أمين أبو الفتح وسيف الدين بوهرا وإسماعيل المترجي الذين شاركوا أساسيين لأول مرة هذا الموسم خلال الفوز أمام شباب السوالم الرياضي مساء الأحد 22 يناير 2023. أما بخصوص اللاعب أيمن الحسوني فلا يحتاج إلى تعليق حسب المدرب المهدي النفطي، لأنه أحسن لاعب في البطولة ومن الفخر رؤيته في النادي الأحمر. وأشار المهدي النفطي في ندوة صحفية عقب الفوز على شباب السوالم بهدف نظيف، إنه مضطر لحماية لاعبيه بحكم أنهم يجتهدون في التدريب وبحكم أن الوداد الرياضي مقبل على المشاركة في مونديال الأندية. من جهة أخرى كشف المدرب التونسي أنه سيعمل على إشراك مهاجم الكاميروني ديدي لامكيلزي الوافد الجديد على فريق الوداد الرياضي خلال مباراة الفريق المقبلة أمام المغرب الفاسي يوم 25 يناير 2023 برسم الجولة 15 من الدوري الاحترافي.